اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر والمخصص في هذه النشره الوبائيه الخاصه بجهه فاس مكناس، وفي اطار يعني التتبع اليومي للحاله الوبائيه بالمملكه او بالمملكه عموما وعلى الخصوص بجهه فاس مكناس والمدن التي تتكون منها هذه الجهه. فاليوم كان نصيب جهة فاس مكناس هو حالة إصابة واحدة وحالة وفاة واحدة، إن لله وإنا إليه راجعون. ونحن مقبلون على الشهر الفضيل، فقبل قبل أن أقول لكم كل مشاهدينا وكل متابعي قناتنا قناة شوف تي في، رمضان مبارك سعيد بموفور الصحة والعافية إن شاء الله، ومع والتهاني ديالنا يعني يعني بأفضل المتمنيات إن شاء الله يا ربي، والله يرفع لنا هذا الوباء وهذا الابتلاء بداية يعني في بداية هذا الشهر، ولكل المغاربة أينما كانوا وأينما وجدوا داخل الوطن أو خارجه كنقول لكم رمضان مبارك سعيد مرة أخرى. مشاهدينا فيما يخص الحالة الوبائية هنا لجهة فاس مكناس، فكما قلنا في بداية هذا البث فالمدينة تسجلت فيها يعني حالة إصابة واحدة وحالة وفاة واحدة، وكان يعني توزيع هذه الحصيلة كالآتي: فمدينة مكناس تم تسجيل بها حالة وفاة واحدة، فيما تم تسجيل حالة إصابة واحدة بمدينة فاس. يعني الحالات المسجلة هذا اليوم لم تخرج على حدود مدينة فاس ومكناس، وكانت توزيعها يعني مدينة فاس تم تسجيل حالة إصابة واحدة، فيما سجلت مدينة مكناس حالة وفاة واحدة، إن لله وإنا إليه راجعون. دائما مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في على في نفس الحصيلة، فتقريبا يناهز عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى تقريبا 4,995,000 تقريبا فما فوق من المواطنين الذين أخذوا الجرعة الأولى، فيما يعني تبارك الله كما كنقولوا وما شاء الله الحمد لله على هذه النتائج. الجرعة الثانية وصل العدد لأربعة ملايين ويعني فوق 4,150,000 أو 170,000 ملقح، ما العدد ما ضبطوش بالضبط يعني فما فوق 4 مليون وما يزيد عن المواطنين اللي تلقاو الجرعة الثانية. وهاد الأرقام كلها إن شاء الله سوف يكون لها يعني واحد عندها واحد الواقع، أولا لأنه كتشعرنا بالطمأنة وكتخلينا أنه العملية الحمد لله ما زالت مستمرة، وما زال يعني انخراط ديال الناس والإقبال ديال الناس على اللقاح يعني الحمد لله الكل يعني واعي بالمسؤولية ديالو في هذه المرحلة، والكل واعي بأننا خاصنا نخرجوا من هذه الحالة الوبائية ومن هذه الجائحة في قريب من الأيام، لأنه كما كنقولوا يعني لا إله إلا الله، فرا كل شيء عيا، لا باش نكونوا واضحين كل شيء عيا من هاد من هاد من هاد يعني هاد الوسواس ديال المرض وهاد يعني وهاد حتى هو خالق واحد الجو يعني واحد الجو اللي كورونا يعني خلقات واحد كما كنقولوا واحد التاثير نفسي اولا قبل ما يكون من اي شيء، وكاين تاثير نفسي بعدا على النفسيه ديال الناس، بلوس يعني غادا تزيد عليه التاثيرات الاقتصاديه وزيد 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 وانه دخل بكري وهذه ومجموعه ديال الاشياء. ف يعني كنتمناو من الله سبحانه وتعالى انه يرفع لنا الوباء، وحنا نوجهوا لله الدعاء في هذا الشهر الفضيل وفي هذه الايام المباركه انه يرفع لنا هذا الوباء وهذا الابتلاء ونرجعوا لايامنا العاديه ان شاء الله ونرجعوا لحياتنا، لانه صراحه ف كورونا خلتنا يعني علمتنا درس كبير في الحياه. كورونا يعني كما كنقولوا رباتنا كاملين، عاودت لينا داك الشيء كاع اللي كنا كاع دوك العادات ديالنا وكاع دوك لي زابيتيود ديالنا اللي كنا كان يعني اللي الحويجات اللي كنا مولفين اننا كنديروهم، وكل شيء كما كنقولوا كل شيء ولا في خبر كان.
لهذا كما كنقولوا كما يعني لا ثقه فيك يا دنيا، لانه هذا حال الدنيا كما كنقولوا. الانسان انت تقول وانا اقول والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، فاش كنوا فاهمين. انا انت باغي وانا باغي، وربي هو اللي غادي يقرر في الاخير، لانه سبحانه وتعالى كل شيء باذنه. نتمنى ان شاء الله انه في القريب من الايام ترفع لنا هذه الحاله الوبائيه ونرجعوا لحياتنا. لهذا كنطلب من يعني الطلب ديالي الدائم والطلب ديالي اللي ديما كناشد به الاخوان المشاهدين والاخوات اللي كيشاهدوني في هذا البث المباشر ومن خلال التواصل اللي معايا، واللي كنوجه لهم التحيه وبهذه المناسبه يعني نيابه عن نفسي. ويعني انا كنقول لكم كاملين الله يجعل هذا رمضان هذا يكون يعني اخر المضرات، يعني ما بقيناش لا يضر شي واحد كما كنقولوا، وبالدارجه وبالعاميه يكون هذا رمضان يعني نهايه الاحزان، وما نبقاوش ان شاء الله من مورا هذا رمضان ما نبقاوش نسمعوا. لانهم اللي كنسمعوا شي وفاه جديده ولا كنسمعوا شي استاذي تحياتي رمضان مبارك سعيد. كما مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، فهالناس يعني كيتلاقاونا الناس يعني رمضان مبارك سعيد، هذه اللي كنسمعوا في هذه الليله المباركه عند الله. فرمضان سعيد عليكم ان شاء الله، وهذا العام غادي يكون يعني بحال رمضان ديال العام اللي فات، غير هو بدرجه خفيفه شويه، لانه رمضان ديال العام اللي فات صراحه كان واحد كان فيه الضغط، كنا في بدايه المرض، باقي ما كاين لا تلقيح لا والو، يعني كان شويه صعيب. لكن هذا العام الحمد لله كاين واحد انفراج طفيف، ولو انه يعني ما غاديش يعني تكون بزاف ديال الحويجات، ما غاديش تكون صلوات التراويح، ما غاديش يعني غادي يكون الثمانيه كلشي يكون في البيت ديالو، يعني غير فطر وبرك في دارك بهذا المعنى. ولكن كما سمعنا فراه يعني غادي هاد رمضان كومام كما كنقولوا، على الاقل على الاقل نسبه داك التاثير النفسي ما غاداش تكون كبيره. واقيلا واش متفقين معايا ولا لا؟ نتمنى تشاركونا هذا الشيء في لي كومونتير ديالكم، والى عندكم شي راي اخر فممكن كما كنقولوا نناقشوه، هذا هو اللي كاين. فدائما متابعينا مشاهدي قناه شوف تيفي، انا معكم من هنا من مكناس من العاصمه الاسماعيليه، وكما قلنا كما قلت لكم قبل قليل انه نوجهوا دائما كنوجه الطلب ديالي للناس والمناشده ديالي دائما انه نحافظوا على الكمامه، نحافظوا على التباعد الاجتماعي، ونحافظوا على التعقيم، لانه هاد الحويجات اساسيين وضروريين باش نكونوا فاهمين في هذه الوضعيه الحاليه. لانه حتى التلقيح وكما يعني التلقيح راه كاين، اذا فهاد التلقيح خاصنا نحافظوا عليه، لانه ملي كنقولوا الان تقريبا يعني واحد 8 مليون ونص، وما يزيد عن 8 مليون ونص ديال الناس اللي خداو الجرعات ديالهم ديال اللقاح، فهذا ماشي اجى من فراغ، فراه كاين عمل كبير اللي قاموا به الاطر الصحيه، اطر وزاره الصحه، اطباء، ممرضين، مساعدين، الكل من موقعه كذلك كانت واحد العمل كبير ديال الناس ديال يعني رجال واطر واعوان ديال 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 السلطه اللي كانوا واقفين في كل مراكز التلقيح، ورجال الامن الوطني، رجال الدرك الملكي، القوات المساعده اللي كانوا واقفين على التنظيم والتامين ديال هذه العمليه. فهذا الشيء يعني انخرطت فيه مجموعه ديال 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 الادارات وديال الاجهزه الامنيه من اجل انه يمر في احسن الظروف، ودائما تحت القياده الحكيمه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. فكنتمناو انه ان شاء الله تكمل هذه العمليه ويكمل بهذه الوتيره وبهذا المستوى هذا وبالطريقه اللي مبرمج لها من طرف مصالح وزاره الصحه. شفنا البارح يعني كان واحد الخروج ديال رئيس الحكومه، واللي يعني خرج من اجل انه يستعرض الحاله الوبائيه عموما، الحاله الوبائيه بالبلاد، وما ستفعله الحكومه في ظل هذه الوضعيه الراهنه. ولاحظنا كيفاش كان يعني يعني كيفاش كانت خصوصا صراحه، واللي بان لي من خلال يعني التعليق ديالنا على هذا الخروج هذا، ممكن نقولوا انه كان خروج تقني، يعني كل معطيات تقنيه
وان يعني كل يعني بحال نقدر نقول لكم تقرير ديال اللجنه العليا العلميه اللي مسؤوله على التتبع ديال فيروس كورونا. يعني هذا ما كانش فيها يعني ما كانش حلول، ما كانش مجموعه ديال داكشي اللي كانوا كينتظروا الناس ان غتكون شي يعني شنو ابتكرات الحلول، يعني شنو ابتكرات الحكومه شنو غتعطي الناس مقابل هذا الاغلاق اللي غادي يكون سيرتو الفئات اللي مضروره كما كنعرفوا اصحاب المطاعم اصحاب المقاهي اصحاب المهن ديال كما كنقولوا المحلبات. راه الناس غادا كاينه واحد العينه ديال الناس اللي كتخدم في الليل في رمضان، لانه يعني بالنهار ما يمكنش الناس كل غياكل عند مول سناك شكون غادي، واش فهمتوني؟ اذا فكنا كنتمناو تكون يعني واحد كنا كنتمناو انها تكون واحد مقاربه، تكون واحد يعني واحد يعني هذه الحكومه مع يعني مع احترامنا لطريقه التعامل معها ديالها وكنقولوها بهذا المعنى هذا. فراه صاحب الجلاله الملك محمد السادس راه منذ بدايه يعني بدايه الجائحه فالتسيير ديالو لهذه الفتره ولهذه الحاله ديال الطوارئ اللي كنعيشوها في بلادنا كان يعني تسيير مثالي، كان بواحد الطريقه اللي يعني الحمد لله ما خلاش المغاربه يحسوا بالتاثير كامل ديال كورونا. في انتظار ان الحكومه حتى هي تبتكر حتى هي تكون عندها شويه الشجاعه تكون عندها شويه ديال روح المبادره، لكن هادشي ما لاحظناش من خلال يعني الخروج الاخير ديال السيد رئيس الحكومه، وهذا كيبقى رايي. كنا كنتمنوا انه تكون حويجات اخرين تكون يعني من اجل التخفيف على هاد الناس، كاين الناس اللي باقيين بين قوسين دابا خصوصا الناس ديال المطاعم والناس ديال ملي كنقولوا مطعم راه ماشي كنقولوا غير مول المطعم، المطعم فيه النوادل فيه الناس ديال لا كويزين فيه الناس اللي خدامين سيكوريتي فيه يعني راه فيه مجموعه ديال الناس، انه مجال كبير وكيشغل يعني عنده مجالات الناس اللي حتى لي فورنيسور ديالهم الناس اللي خدامين معاهم هاد الحويجات كاملين. فكانت كنا كننتظروا انه يكون واحد تكون واحد يعني واحد خطه عمل كيفاش غادي نحاولوا نعوضوا هاد الناس ولا كيفاش غنحاولوا انه نخفوا عليهم من الاثار ديال هاد الشهر هذا، وخصوصا وحنا عارفين انه راه حنا يعني الامور يعني الانتعاش ديال الحركه الاقتصاديه يلاه بدات شويه مؤخرا وغادا بواحد الطريقه بطيئه، يعني وبالرغم من المبادرات يعني الملكيه اللي دارت لها بالنسبه للشركات ولا بالنسبه للمقاولات ولا بالنسبه لمجموعه ديال الاشياء اللي دارت ومجموعه ديال المبادرات وديال العمل الكبير اللي دار، لكن هذه المرحله بالضبط فين وصلنا الان. فنتمنوا انه تكون واحد تكون واحد الرؤيه بالنسبه للمستقبل، لانه صراحه كنسمعوا الحال الان باقي اليوم غير اليوم اخواني ومشاهدي قناه شوف تي في نقدر نقول لكم شحال ديال الناس اللي اتصلوا بيا، الناس ديال المقاهي شحال ديال اصحاب النوادل الناس اللي سيرفور اللي خدامين مساكن كيعيطوا خويا منير اجي عندنا راه بغينا خويا ندوي واخويا راه شكون اللي غادي يشوف فينا شكون اللي غادي يدير لنا شي حل. كانوا كيتسناو يعني كان غيكون الخروج ديال رئيس الحكومه يكون يعني خروج اللي ممكن انه على الاقل يحس بهاد الفئه هذه، ولكن سبحان الله كان يعني يقدر لكم نقول لكم كان خروج ديال دكتور اكثر من انه يكون ديال رئيس حكومه. هذا هو العنوان نقدر نقوله على هذاك يعني على هذاك الخروج اللي كان امام في قبه البرلمان يوم امس. وكذلك كانت فيه معطيات اللي هي علميه كما كنقولوا، لان السلاله المتحوره الان كاينه فما غنبغوش نطيحوا في مشاكل في المستقبل، لانه بحال مثلا باش نكونوا واضحين مثلا العيد الاضحى اللي فات فراه شفنا كلشي دوز العيد الاضحى كلشي مشى تقدى لحوليه كلشي كذا، ولكن راه تقريبا ميم با 20 يوم موراها ولا 18 يوم شفنا الارقام فين وصلت، فراه ولينا كنسمعوا ب 5000 6000 7000 في النهار ارقام اللي كانت كتخلع وكتفزعنا لدرجه انه ولا الكل يعني شاك في راسه ولا كلشي ولا كيقول واقيلا انا فيا كورونا، وخصوصا المدن الكبرى شفنا الاعداد اللي وصلت
بحال مثلا جهه الدار البيضاء الكبرى، فراه بوحدها كانت كدي 1400 1200 في النهار، 1400 شحال 1500 شحال في النهار. وهذا الشيء ما بغيناش نعاودوا نوليو داخلين في المرحله الثالثه ديال الفيروس، وهذه صعيبه الله ما بقاش يعني حسن باش نكونوا واضحين، باش حتى الكومبيتون ديال حاليا ديال البلاد ككل راه ما بقاش قادر يستحمل، ما بالو كندخلوا في مرحله ثالثه ولا ندخلوا في شي اعداد اللي طالعه. فراه شفنا شنو وقع في هذيك الوقيته، سمعنا شحال ديال المشاكل اللي كانت وقعات. اكسجين خاص في كازا، طنجة خاصهم اكسجين، هادو خاصهم كل يعني سمعنا بزاف ديال المشاكل اللي كانت وقعات في هذيك الوقيته. لذا كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى انه يرفع علينا هذا الوباء وهذا الابتلاء، وانه نتجنبوا انه نطيحوا في هذا الخطا مره اخرى، وانه يعني ما بقى قد ما فات كما كنقولوا. والقرارات ديال الحكومه كتبقى يعني قرارات اللي محترمه، وما علينا الا اننا نلتزموا بها. وما دام جا هذا القرار فهو ماشي جاي قرار جاي من عبث، لكن احنا ما كندويوش على القرار في حد ذاته، القرار ملزمين احنا به كمغاربه لانه هذا الشيء ما فيهش اللعب. لكن يعني ما شنو مع القرار؟ هالقرار احنا سمعناه، قررتي خديتوا المسائل ديالكم بناء على معطيات علميه كما كنقولوا، بناء على صافي لاباس عليك، بناء على مجموعه ديال الاشياء، مجموعه ديال 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 المعطيات اللي علميه محضه، يعني ما كاينش فيها زياده ولا نقص كما كنقولوا. والثقه ديالنا كبيره الحمد لله في اللجنه العليا واللجنه العلميه العليا اللي مكلفه صاحب الجلاله يعني بالتتبع بكل صغيره وكبيره فيما يخص بالدراسه ديال الوضعيه الوبائيه في البلاد على المدى يعني لا القريب ولا المتوسط ولا البعيد. لهذا هذا الشيء ما جيش من فراغ، لكن خصنا يعني بالموازاه معاه ناخذوا بيد مجموعه ديال الشرائح، مجموعه ديال الناس، واخا يعني كنقولوها وحنا عارفين يعني ما اش غادي نقولوا، يعني حتى الوضعيه الاقتصاديه ما كتعاونش، حتى المجموعه ديال الاشياء يعني اللي ما خلاتش ما عرفتش. لكن خاص حلول، خاص ابتكار حلول، وهذا هو الدور ديال السياسي، وهذا هو الدور ديال المدبر اللي كيسهر على تسيير الشأن العام ديال البلاد، انه ما راه رئيس الحكومه ولا الحكومه في حد ذاتها فراه عندها 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 كما كنقولوا موارد وعندها حلول اللي ممكن انها تبتكرها. كان في مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في كما كتابعوا معنا ودائما من العاصمة الإسماعيلية مكناس، حنا معكم في هذه الجولة هذه واللي كانت خاصة بالنشرة يعني ديال تتبع الحالة الوبائية هنا بالعاصمة بجهة فاس مكناس، واللي عرفات تسجيل كما قلنا حالة وفاة واحدة وحالة إصابة مؤكدة واحدة، وكان توزيعها ونصيب يعني مدينة فاس في حالة إصابة واحدة، فيما سجلت العاصمة الإسماعيلية حالة وفاة. إنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، ما بقى لي إلا نقول لكم حافظوا على الكمامة ديالكم ولو الصيام ولو هذه المسائل. الله يدخل عليكم هذا الشهر الكريم بالرحمة وبالمغفرة وبالثواب يا ربي، وكذلك بطول العمر والصحة والعافية لكم ولوالديكم ولكل والرحمة والمغفرة كذلك لكل الموتى ولكل الناس اللي فقدناهم بهذا الوباء ولا من غير هذا الوباء. الله يرحم كل موتانا، والله يرحم كذلك أعز الناس وأعز الناس والناس اللي فقدوا أحبابهم وأصحابهم في هذه الكورونا هذه. كنتمنى لكم إن شاء الله القبول الصيام والقيام، والله يرفع لنا هذا الوباء وهذا الابتلاء في القريب يا رب، ونرجعوا لحياتنا. حسن الإدريسي التسير شوفوا والله ما عرفتش كاش كتبت يا خويا. حكم سكليني ساك جوامع في اسبانيا لولين، ما فهمتكش خويا، ما فهمتكش. كتب شي لغه نفهموها خويا، كتبها بالعربيه، حيد هاد العرنسيه هادي، كتبها بالعربيه خويا نفهموك اش بغيتي تقول.
كما قلت لكم مشاهدينا متابعين قناة شوف تيفي، فرا المشكل خويا ما بقاش عندنا. دابا حنا المشكل هو مشكل الجوامع، ولا راه الناس راه صاحبين دابا انت باقي داوي مع الجامع ومع التراويح صداتك، الناس اخويا راه ما غتلقى ما تاكل طيلة رمضان. واش عرفتي هذيك اللي كتغسل المواعن، عرفتي داك السيرفور اللي خدام 70 درهم في النهار، وديك اللي خدامه في المواعن اللي كتاخذ 30 درهم 40 درهم في 24 ساعة، راه ما غتلقى ما تقدم ولا تأخر طيلة شهر رمضان الشريف. هي كلات بعدا بقات باش تحل حتى فطورها، عاد بقى لها غادي تلقات، عاد غنقلبوا حنا نشوفوا الجامع وغنشوفوا. الجامع اخويا راه محلول بنهار كما قالت وزارة الأوقاف، وقيلة على ما أظن أنه كان بلاغ ديال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن المساجد غتكون مفتوحة. ايوا في الليل اخويا راه، والايمان الايمان راه اللي عنده الايمان ديالو راه ينوض ويصلي هو ووليداته ولا هو وخوتو في الدار، ويديروا السجاده ويخلقوا الحياه في الدار. راه دوزنا هادشي العام اللي فات، كنبغيو نخلقوا واحد النقاش عقيم، وكنبغيو يعني نلاهيو الناس شي حويجات اللي لا حول ولا قوه الا بالله. ها هما المساجد دابا محلولين اخويا، شكون تخليهم؟ ها هما المساجد دابا جوج صفوفه كيكملوا صحه، كنبقاو نكذبوا على بعضياتنا وكنبقاو نافقوا روسنا وكنعيشوا الانفصام في الشخصيه بيني وبينك. كاين شي ناس الله يهديهم، بعض الناس كيعيشوا الانفصام، كتلقى هو ما كيصليش وهو اللي محيح على التراويح، وفهمت سطر. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، سمحوا لي الا دويت بهذا يعني في اطار التفاعل، حنا في اطار التفاعل الايجابي مع الناس، حنا ما كنردوش يعني كنجاوبوا في اطار التفاعل ديال اي واحد، يعني بطريقه بدون كما كنقولوا بدون لغه خشب، كندويو كاي مغربي كاي مغربيه، كناقشوا بصوت مسموع. اذا هذا الشيء راه انا كندويو باش ما نكونوش متناقضين مع انفسنا، لان هذا التناقض وهذا كنقولوا هذه فهمتوني اخوتي اش بغيت نقصد، اننا نقولوا حاجه ونفعلوا حاجه هي اللي غتعطينا مجتمع ضعيف، غتعطينا مجتمع ما عندوش شخصيه، غتعطينا مجتمع ما عندوش هويه، لان التعليقات وهاد يعني مجموعه ديال الحويجات راه كيشوفوهم ناس اخرين، كيقراوهم ناس اخرين من خلال هاد الشيء هذا وهاد التعليقات والمتابعات ديالنا وهاد المسائل ديالنا، راه ناس اخرين كياخذوا علينا افكار. اللي غيجي يدخل يقرا لي كومونتير وكذا، واخا يكون من بلاد اخرى ولا هادي، راه كيقرا كياخذ عليك فكره، كياخذ عليك واحد، كيشوف المجتمع، كيعرف نبض المجتمع، الفكر ديال المجتمع كي داير. فاللي غادي نقول لكم ونختموها برمضان مبارك سعيد لكل مغاربه الكون، مغاربه العالم اينما كانوا، داخل الوطن او خارجه، اينما وجد اي مغربي او مغربيه، فرمضان سعيد وكل عام وانتم بالف خير. كنتمنى لكم انكم يعني تكونوا في اتم الصحه والعافيه. سيدي علي خويا، بدون نفاق خويا، لانه بدون تادك الهضره ديال يعني كنجي بها فم وقول. كنتمنى انه يعني المغاربه الحمد لله راه عينا، والناس الحمد لله راه كل شيء ولا موفر ولا كل شيء واضح، باش ما نبقاوش عايشين واحد يعني عايشين بجوج شخصيات، شخصيه ديال الدار وشخصيه ديال الزنقه وشخصيه ديال التليفون، بزاف. فاللي بقى ليا هو انني نقول لكم والله ما سخيت بكم، بالله وما سخيت بالجماعه ديالكم. شكرا لك خويا الحبيب العزيز اللي قال لنا السي حسن الادريسي، تحياتنا لك، وكنتمنوا لك رمضان مبارك سعيد. هانت خويا في الدار، صلي بالوالده وصلي بالمدام حداك، وديرهم موراك وصلي، ودير معاهم الركعات، وقدامك تبارك الله الكتاب، انت مع الثمانيه راه مسدود، ما عندك لا فين تخرج لا والو، خذ الراحه ديالك خويا، وجود مع راسك، واستمتع بهذاك الجو اللي وبهذا الشهر الفضيل، فرا ربي كاين معانا يا في الجامع يا في البيت. ونتمنى لكل المغاربه ان شاء الله الخير، ونتمنى لكم رمضان مبارك سعيد مره اخرى. وفي نهايه هذا البث المباشر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء. Thank you.